من مزامير أبي داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا، حلف الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسان. هللويا. الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا، آمين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه وقال قائلاً: ماذا يقول الناس في ابن البشر؟ من هو؟ فهم قالوا: قوم قالوا يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. والمجد لله دائما. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني، وأنا فخير لي الالتصاق بالله، وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. هللويا. الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا، آمين. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم، لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا التي لم يعملها أحد آخر لم تكن لهم خطية.
وأما الآن فقد رأوني وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم قد أبغضوني بلا سبب. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس. بركات علينا أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع المسيح، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من الظلم من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله وجه يسوع المسيح. ولنا هذه الذخيرة في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطروحين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين ولكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن أيضا نحن الأحياء نسلك في كل حين للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. فالموت إذن يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معه، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكثروا النعمة ويزدادوا الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية وأما التي لا ترى فأبدية، لأننا نعلم أنه إن نقض بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي، لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراة، فإننا نحن سكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه لكي يبتلع المائت من الحياة، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعلمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن العالم، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. ومن أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه لنكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعنا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد منا كأعماله التي عملها بالجسد خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا
نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذا نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، فما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقنعونكم فتصبرون؟ ولكن إن صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يخطئ ولم يجد يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم عوضا، وإذا تألم لم يغضب وأعطى الحياة للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر. والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. لذلكن كذلكن النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب في العديمة الفساد زينة الروح القدس الهادئ، الوديع الذي هو قدام الله كثير السماء، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد، آمين. الإبراقسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا يا أبائي وأخوتي، آمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أعبد الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكائد اليهود لم أكفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهارا في كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك، ولكنني لست أحتسب لشيء،
ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي. والخدمة التي أخذتها من عند الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أناشدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لأجل هذا اسهروا على أنفسكم متذكرين أني مكثت 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثياب لأحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون لتعضدوا الضعفاء ولتتذكروا كلمات الرب يسوع، لأنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ، ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ. جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون هللويا. الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا آمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر، فذلك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لذلك يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها يخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. وهذا المثل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم
إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمعوا له. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعان. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وأفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف والخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. وأما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف قصتي وخصتي تعرفني، كما أن الآباء يعرفني وأنا أعرف الآباء أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بها ولاي الأخر أيضا، فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراع واحد. والمجد لله دائماً.